لعنة القيادة تطارد أوباميانغ في أرسنال. تشافي يرتدي حذاء عمره 39 عاما استعدادا لبوكا جونيورز. وما هو سر وساخة سيارة وين روني الفارهة؟ هذه الأخبار وغيرها نقلها لكم عبر قناة العربية رياضة، أسعد بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا من الرياض وتحديداً مع مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، الذي التقطت الكاميرات صوراً له أثناء تدريبه للفريق بملعب مارسول بارك استعداداً لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة كأس مارادونا. هذا الحذاء الذي أثار جدلاً على السوشيال ميديا تعود قصته إلى عام 82، حيث ظهر لأول مرة في كأس العالم بذات العام، وبعدها أصبح الحذاء الأشهر والأكثر مبيعاً في العالم والمفضل لدى العديد من النجوم كزيدان وأوليفر كان. يبدو أن شارة قيادة فريق أرسنال الإنجليزي قد أصبحت في السنوات الأخيرة لعنة لكل لاعب يحملها، فهي إدارة النادي اللندني تعلن عن سحب شارة القيادة من أوباميانغ واستبعاده رسمياً من قائمة الفريق أمام وستهام يونايتد لأسباب وصفت بالتأديبية. المواقع الإنجليزية أكدت أن السبب يعود لتأخر انضمام اللاعب لتدريبات أرسنال عقب عودته متأخراً من السفر، إلى جانب عدم استعداد بالشكل المطلوب لمواجهة ساوثهامبتون. ننتقل الآن للحديث عن العاشق للسيارات الفارهة منها والوسخة كما يبدو لنا في الصور أعزائي المشاهدين. الإنجليزي وين روني كعادته في أعياد الميلاد قام بإيقاف سيارته في مكان مخصص لقرع أجراس الكنيسة وفي سوق خاص مزدحم وسط المدينة، متجاهلاً اللافتات المطالبة بعدم ترك المركبات على الطريق. رد السكان الغاضب على تصرفه اللامبالي تمثل بتلطيخ سيارة الرينج روفر بألفاظ بذيئة من خلال الأوساخ التي تغطي سيارته. الختام مع البرازيلي بيلي الذي شارك جمهوره ومتابعيه من على سرير المستشفى الذي يعالج فيه من سرطان القولون. صورة قديمة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام عندما كان لاعباً يتحاور فيها مع الحكم. بيلي علق على الصورة كاتباً فيها: هل تعلم في وقتي لم يكن هنالك حكم فيديو مساعد، لذلك كانت لدينا عادة التحدث مع الحكام للاعتراض على قراراته.